احنا بنمشي بالقياس، تمام؟ يعني ايه؟ يعني زمان مثلا وسيله التواصل. الركوب لا كانت مثلا الدبه، دلوقتي تبدلت بقت السياره، بعد كده بكره مش عارفين هتبقى ايه، وهكذا يعني بتتجدد. بالنسبه برضو للتواصل كانت الحمام الزاجل، لانه كان بيوصل الرساله من هنا لهنا لهنا. تاني ما بقاش حد بيحلم بالحمام ما هو الزاجل. مش كده، مش هيبقى حمام زاجل، هيبقى بقى الرسائل اللي اللي هي ممكن توصل من خلال الرسائل، او مثلا الشات اللي بيبقى بين الشخص والتاني. هو الموبايل بصفه عامه في المنام كل حد انت ليكي علاقه بيه وصال، يعني بدءا من الاب والام، الزوج، الاولاد، الاصحاب، تمام؟ كل بقى على حسب مين انت بتكلمي مين في المنام، يبقى هو المختص بالموضوع، الوصله اللي بينك وبينه ده. يعني مثلا واحده شافت انها بتتكلم مثلا مع جوزها مثلا، والموبايل ما لقيتوش، اتخطف او اتسرق او مش عارف ايه، ده كده ابشري هيتجوز يعني الراجل وهيسيبك. تمام، دي حاجه. طب دي كده مشرف، حرام عليك. تمام، دي حاجه. الحاجه التانيه لو اتكسر بقى لا قدر الله، كده هتحصل له كارثه برضو، يعني ربنا يسترها. اي كسر خدش في الموبايل، اي حاجه فيها كده، اعرفي ان دي حوار بين الطرفين للاسف الشديد هيؤدي الى شروخ، فلازم بقى نعدل من الحال ده. يعني هي برضو بيبقى ليها دلالات، وجودها في طبعا المنام طبعا، بيبقى ليها ما هي دلالة مبشرات على اللي يا بيحصل في منذرات الواقع. يا زاجرات، حاجة كده يعني ايه، انتبهي. طب احنا معانا سمر. سمر اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام ورحمة كل الله سنة وانتم وبركاته. طيبين. انت طيبة، الله يكرمك. انا عندي حلمين. اتفضلي. في اول حلم عندي يبقى ان انا حلمت بان واحده قريبتنا زي قاعده في درفة الدولاب عندنا، جوه في الدرفة اللي فيها حاجتي، جوه الدولاب؟ في الدرفة اللي فيها حاجتي، وزي قاعده في هي الصوت قريبتك دي انت كده بتحبيها ومولعه ولا لا؟ سمعه. قريبتك دي انت بتحبيها ولا لا؟